طبعا اكيد كان شعور حلو، شعور جميل ورائع الصراحة. يعني قول لي انت وانت داخل البطوله يعني، ودكتور ايهاب معانا هو هيشاهد على الحدث، كنت حاسس انت هتاخد ميداليه ولا بتقول يا رب يعني زي ما تيجي؟ داخل البطولة عارف ان في منافسة، داخل عايز احقق الميدالية، داخل فكري ان انا عايز احقق ميدالية وتكون ميدالية ذهب ذهب، ولا اي ميداليه؟ لا تكون ميدالية، داخل عايز احقق ميدالية. الجمباز زي ما الدكتور كان بيقول لك ان صعب، نبقى كلنا قاعدين، الغلطة منه شعرة. الشعرة بس بسيطة، هفوات كتير يعني اقل من الالف، يعني بنتكلم في حاجات زي كده دي ممكن تبقى تبعد تضيع منك الميدالية. مش ميدالية بس، ده يعني الدكتور قال لي ده تطلع اوت يعني. فالتركيز بيبقى لا يعني كتير طبعا، لكن ان انا داخل عندي حافز وعندي شعور ان انا اجيب الميدالية الذهب وثقة، ده اللي انا كنت بحضر نفسي ليه ومهيئ نفسي ليه عشان ان انا اقدر ان انا اخد الميدالية الذهب ده باحسن جملة باحسن سكور. طب قول لي يعني مين اللي كان بينافسك؟ طبعا دي لقطات لعلي في البطوله ولحظات كانت دي بقى. منافستنا هنا دي بعد الفرقة، ما ضمنت الميداليه ولا هنا بعد ما ضمنت الميدالية، لان انا نزلت حسيت ان انا خلاص؟ عامل جملة حلوة، حس حسيت خلاص ان انا اول عملت ما شغل. نزل فينش احنا عرفنا خلاص كده او كده. الناس كلها يعني حلو لما الناس كلها لا لا عشان ده انت احنا نزلت. فاهمين خلاص. كده فانت نزلت الحمد لله. بالظبط، دايما بيبقى الجمله الروتين بتاعي مثلا لو في اخطاء بسيطه او في حاجات ببقى عارفها فببقى مركز فيها، لما انا بحاول اديها بالظبط بالشكل المظبوط ببقى عارف ان الحكم خلاص هيديني الدرجه الكويسه. طبعا كانت منافستنا بفريق الثمانيه الاوائل، اوبروس واوكرانيا، ودول كانوا اكتر منافسين لينا. جامدين جدا جامدين طبعا، الناس كانت لسه جايه اصلا من بطوله اوروبا وكانوا مؤهلين وجاهزين اولمبياد بدنيا ونفسيا وكل شيء. وجاهزين نفسيا طبعا وبيجهزوا نفسهم تجهيزا للاولمبياد، فكانت في منافسه طبعا. عايزين يحققوا حاجه، حكام اوروبيين حافظينهم وحافظيننا طبعا، بس يعني ربنا كرمك فعلا. لا الحمد مجهود لله. اكيد، طبعا اكيد مجهود. طب قول لي في حركه مسجله باسمك في اتحاد دولي، طبعا. ايه قصه الموضوع ده؟ قصه الحركه دي كانت كان في وقت كده يعني 2010 مجموعه كده كنت بشوفهم بيعملوا حركات جديده، طبعا الموضوع ده موجود من زمان بس انا يعني ركزت فيه ان السنه دي كان في كذا واحد عمل حركه جديده على جهاز الحلق وابتدت تتسجل باسمه، حبيت شويه ده ان في انا سنة كام؟ 2010 2011 انا ده سجلتها امتى؟ كتير. سجلتها 2013 13. طب ازاي في بتسجلها بلجيكا. يعني، بتعملها وبتسجلها ازاي؟ تعملها بتقررها وبتقدمها للجنه الفنيه الاتحاد الدولي مع في بطولة اللجنه العالم، في بطوله لازم في العالم، بطولة العالم بيسجلها فيديو؟ وعلى فكرة لا بتكتبها تقدمها فيديو وبتقدمها بس للجنة تبقى الاعلاميه اللي انت هتعملها بالظبط، وتنزل تعملها في وبتخش بطوله تعملها العالم قدام اللجنة بالظبط او كده، الحكام، بتعملها في البطولة في البطولة وبيعتمدوها او لا. حلو. طبعا بالظبط. عملتها انت في سنه كام؟ 2013 2013 واعتمدت وسجلت باسمك، واعتمدت وسجلت وكان باسم حد في بقى من الاول اللعيبه على فكره، الدوليين. وكان في الاول في لا مش هتتسجل يعني. يعني ما كان انا في بقول حوار. لا كان كان في في تقديمات ظهور. لمده سنتين، بنعمل كاسات عالم وبنقدم ونروح ونيجي والكلام ده، عملنا فيعني اجتماع يمكن كان ايامها في بطوله كاس الشهيد في الكويت، ده ايوه كان علي بالظبط. معايا وكان رئيس اللجنه الفنيه، قعدنا علشان يقتنع ان احنا نسجل لان كان في ناس معترضه، يعني لا 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 مش هنقبلها لا يعني، بالظبط فاخدت فتره. يعني بره الملعب كمان الله او بره طبعا البساط في طبعا شغل، في شغل شغل كتير شغل طبعا. وبتاع، وبنقدم وفي فورم كده بتتعمل، واجتمعنا قبلها كده معاهم برضو اللجنه الفنيه، كان في بطوله في بالظبط الكويت، وقبل ما نروح كنت انا والدكتور والدكتور اسامه بالظبط. واللجنه الفنيه، وابتدوا يبعتوا احنا عايزين ايه، يعني بعت لهم ايميلات للاتحاد الدولي للجنه الفنيه الاتحاد الدولي ان يعني احنا عايزين الحركه تعتمد، ونحاول نقول لهم دي يعني معموله بالطريقه المظبوطه او بالوضع الصح طب انت اعترفوا بيها ولا تتسجل. لا؟ هي دي واعترفوا الفكره، بيها اعترفوا طبعا واتسجلت باسمك. متسجلة باسم. طب احنا عندنا كام لاعب مسجل حركات باسمه في اتحاد دولي؟ هو علي بس. حاليا علي بس، علي بس هو اول لاعب مصري وعربي عربي وافريقي كان بالظبط. يعمل الحركه ويسجل اسمه، ومن اعلى سكور اف، من اعلى السكورات اللي هي بوينت 6 اشهر واعلى الصعوبات اف. طب وهل في حد يعني عملها بعدك من لعيبه دوليين كبار؟ يعني حد خد الحركه منك ودخل بيها في جمله مثلا عملها؟ بص هقول لحضرتك، كان ولا في خلاص لاعب، بقى باسمك محدش يعملها؟ لا لا من حق اي حد من يعملها، حق اي اي حد حد يعملها. عملها، في لاعب من انجلترا عملها تمام، وفي لاعب من فرنسا عملها برضو. اللاعب يعني اللاعب اللي انا كنت بقى مبسوط جدا وهو يعني بيعملها، كان في اللاعب الفرنساوي اللي اسمه رودريجيز. رودريجيز كان ليه وضع كده من نفس الحركه دي بس بيعملها من حركه تانية، يعني ليه ربط بشكل تاني للحركتين بتاعته،
فلما عملها برضو كان حاجه مبهره بالظبط. عملوا لنا ساعتها تصويت ما بيننا احنا الثلاثه، انا واللاعب الفرنساوي وبتاع انجلترا، كنت افضل بوزيشن للحركه هو انا. ما شاء الله ما شاء الله، تاريخ كبير علي ما شاء الله. يعني المدينه دي عرفتك بالناس اكتر، يعني المدينه دي خلت الناس تعرف الشغل انت عملته. سبحان الله، بتبقى مكافاه ربانيه لما بتيجي على ارض مصر.